الوضع الراهن هو وضع صعيب حيث ان كاين اكراهات داخليه وخارجيه وكاين تحديات وكاين مشاكل خارجيه. الحرب الاوكرانيه الروسيه كان عندها تاثير على الاثمنه على التجاره الخارجيه وهذا كي طبيعه الحال كينعكس على الاثمان الداخليه، ولكن في نفس الوقت المملكه المغربيه هي دوله قويه وعندها قوة داخلية وعندها اقتصاد قوي وعندها مؤسسات وعندها ديمقراطية داخلية وعندها أحزاب وعندها حكومة وعندها نموذج تنموي جديد لكي يعطي الأفق على المدى المتوسط والطويل. المشكل هو أننا نرى أن السياسات العمومية اللي كتطبقها اليوم الحكومة عندها جوج ديال الاختلالات. الاختلال الأول هو أنها ما قدرش باش تواجه هاد الضغوطات الخارجيه وهاد المخاطر الخارجيه والقرارات اللازمه اللي كانت خصها تتخاذ من اجل المحافظه على القدره الشرائيه ديال المواطنين واخص المواطنين اللي عندهم دخل محدود او متوسط. هاد القرارات اللي هي لازمه ما تتخاذتش. ثانيا كاين اختلالات داخليه في بعض القطاعات بالاخص قطاع المحروقات او قطاع المواد الاستهلاكيه، الاسواق ديال المواد الاستهلاكيه اللي خاص الحكومه تاخذ قرارات باش تضغط على الاثمنه وتقلص من هامش الارباح ديال الموزعين ديال المحروقات وديال المواد الاستهلاكيه. هذه النقطه الاولى. اذا كاين قرارات استعجاليه اللي ما اتخذتش. ثانيا كاين الافق، كاين استراتيجية على المدى المتوسط الطويل اللي بلورها نموذج تنموي جديد، ومع الأسف الشديد الإصلاحات الهيكلية لحد الآن باقي ما تخدات. شكرا. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.